قدمنا طلب اليوم بضرورة تنعقد جلسة مجلس الأمة لمناقشة خطة الحكومة في الأيام القادمة ورؤيتها لما بعد أزمة كورونا. إحنا في السابق ممن طالب في إجلاء المخالفين اللي عددهم لا يقل عن 163,000. إحنا اللي طالبنا في السابق بعملية ضرورة أن يكون هناك دعم للباب الخامس والثالث وغيرها من المطالبات التي تحققت الجزء والجزء الآخر تأخر في تنفيذه.